D1 FM 91.2. أول زيارة رسمية خارج تونس بعد تكليفي على رأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هو التنقل إلى ولاية صفاقس، لأن ما زلت في ذهني وما زلت أعتقد أن العاصمة الثانية لتونس هي صفاقس، وهي ولاية تستحق كل العناية من حكومة الوحدة الوطنية وخاصة في الجانب العقاري. تالي الجلسة اللي كانت اليوم مع السادة المسؤولين الجهويين التنفيذيين والتشريعيين كان جوهرها هو الانتباه إلى جملة المشاكل خاصة العقارية منها في مدينة صفاقس ويعني في كامل ولاية صفاقس. أولا باش نعملوا زيارة العقار هام في مدينة صفاقس، وهو عقار متاع نهج موريتانيا، وهو عقار سيكون مخصص لبلدية المكان كمأوى، وهو عقار في وسط المدينة وحل نعرف مشكلة مرورية كبيرة في صفاقس ومشكلة معناها متاع الباركينج كبيرة، وبالتالي بلدية صفاقس تستحق أن يكون لها عقار بهذه القيمة ويكون في باركينج كبير ويكون حل للمشكلة المرورية الخانقة بهذه المدينة. بالتالي العقار هذا هو الآن عبارة على خربة، ولكن سيقع تهيئتها لفات هذه المدينة اللي تستحق، وبالتالي هذا العقار الأول اللي باش نمشي له. سنسعى جديا إلى إيجاد حلول عملية للعقارات التي تعود إلى ملك الدولة الخاص التي كان وقع عليها يعني التعاطي منذ مدة طويلة وكان فيها لجان تفكير منذ مدة طويلة. أملاك التجمع المنحل هي تخضع للقضاء، ما تخضعش للوزارة. فما لجنة موجودة في وزارة أملاك الدولة للشؤون العقارية هي تتولى التصرف تحت إذن القضاء، وتعرف التصرف بالليكيداسيون، ما يكونش لا بالكراء لا غيره، بالبيع. والبيع عنده شروطه في البلاد التونسية. صفاقس أمس تم فيها بيع عقار مع على ملك التجمع المنحل، وولت البارح أيضا تم فيها عقار، زوز عقارات في مدينة صفاقس، فما أرض بيضاء وكذا ما نعرفش العقارات تحديدا، ولكن يعني تم بالمسد العلني وتمت الإضافة على السعر الافتتاحي، وبالتالي ما نجمش نعطوا البلدية ولا غيرها بدون قواعد القانون.